المنتخب التونسي الشقيق اليوم خسر أمام منتخب المالي في مباراة كانت مثيرة بسبب قرارات تحكيمية لجاني سيكازوي الحكم الذي قاد هذه المباراة بعدما أوقفها في حدود الدقيقة 85. عاد بعد ذلك يتدارك الموقف ثم يكمل المقابلة ليوقفها أو ينهيها صح التعبير قبل نهاية الوقت الأصلي والطبيعي. كانت ضجة اليوم كبيرة على قرارات هذا الحكم في مباراة أكيد سيتحدث عنها الجميع، مباراة المنتخب التونسي والمالي. إذن لتسليط الضوء على نتيجة هذه المباراة وعلى القرارات المثيرة للجدل للحكم جاني سيكازوي، معنا مباشرة عبر تقنية سكايب نجم كرة القدم التونسية زبير باي مباشرة من الديار الإماراتية من أبو ظبي. أهلا وسهلا بك كابتن زبير. أهلا وسهلا عادل، تحية ليك للسادة المشاهدين والكابتن العربي والكوتش سفان. زبير، كنا نتمنى اليوم أنه المنتخب التونسي ولكل المنتخبات العربية تبدأ قوية في هذه البطولة، لقدر الله ما شاء فعل اليوم في مقابلة ربما كان هناك يمكن أن نقول ضجة كبيرة على المقابلة بعد قرارات تحكيمية. ما هي أهم خلاصاتك أولا على مستوى القرارات التحكيمية، وثانيا المستوى اللي قدمه المنتخب التونسي أمام المنتخب المالي والهزيمة بهدف دون مقابل؟ بارابور للاربيتر سانسيرمون معناها سي ان كاتاستروف، معناها سا في بوكو دو مال للفوتبول افريكان، سا في بوكو دو مال اسيت كان، سا في بوكو دو مال للكاف. بيان سور سا نا با انفلونسي للريزولتا، معناها الحقيقه باسكو ليكيب تاعنا ما كانتش باهيه، ما انا با في لو بون ماتش كيل فالي فير معناها بور انتامي سيت كان. الصراحه On a parlé de gagner cette canne au niveau du coach Tatounes, Kouchey. Donc, je pense qu'on est très loin. La réalité, il a fait le coach Mounzour Kbeir un choix tactique qui n'a pas réussi. Mais je connais l'équipe tunisienne solide, qui maîtrise bien le ballon, qui maîtrise le sujet. Je connais l'axe Mali qui est plus agressif, qui maîtrise أكثر son truc malgré que ما خلقوش des occasions de but. Donc باش نحكيو على الماتش، on va dire on a pas fait match اللي لازمنا نعملوه. Bon, il y avait la quête l'arbitre. C'est quelque chose de vraiment علاش نقول لك معناها en tant qu'africain تحشم يعني باش تشوف سكي سي باسي. مي بون بالفعل كابتن زبير، الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدم بطلب او اعتراض او شكوى رسمية الاتحاد الافريقي يطالب بإعادة المقابلة حسب القوانين المنظمة للعبة. تحدث دائما حسب يعني الشكوى اللي قدمها الاتحاد التونسي لكرة القدم، هل ذلك صحيح؟ مانيش داكور، مانيش داكور سور لو تروك انه القانون يقول هذا الشيء، يقول انه الماتش يتعادي يوقفوا الاربيتر افون 90 مينوت. Mais là, on est fait tournoi. Ben. Je ne vois pas qui fait s'ils vont refaire le match. Donc, l'équipe, Manel Fédération Tunisienne, essaie de mettre la pression. Le CAF a réagi, mais malheureusement, il y a plus que 25 minutes, 30 minutes pour réagir, pour Manel, au moins arranger les choses. Manel a voulu rejouer le match, mais ils ont mis du temps. علاش ils ont mis du temps خاطر les joueurs دخلوا لي فيستير، les joueurs sous la douche، les joueurs دخلوا في الديكراساج كاريمون، معناها ما نشوفش انه اوني بور لا كاف. التعامل مع سيت سيتوياسيون ما كانش كونفينابل، معناها ما كانش نتاع انستانس كي اورغانيز ان ايفينمون كبير برشا، دونك توت اي بريفيزيبل. ستاف arbitral vraiment معناها incompréhensible. ما تنجمش تفهم l'arbitre peut-être l'arbitre il خرج على الموضوع، il était pas dans son assiette، il مش dans un mauvais jour. Mais il y a l'adjoint، il y a le quatrième arbitre، il y a les deux jeux de touche، il y a les arbitres VAR، il y a le commissaire du match.
ولا ولا احد ولا احد حرك ساكرا كابتن زبير، ولا احد حرك ساكرا. غنشارك معنا الى سمحتي سي زبير، سفين فان دين بروك واحد من الاسماء اللي كانت عندها تجربه محترمه في بطوله افريقيا رفقه منتخب الكاميرون في 2017 تتويج باللقب. سفين، يعني شنو تعليقك حول ما حدث اليوم على المستوى التحكيمي في مباراه مالي وتونس؟ أنا أجد أن الكاف ينبغي أن تخرج إعلانا أو بيانا أو تحدث مع الحكم لمعرفة ما تم وما جرى، ولتطلع الجميع عبر بيان للجميع. الآن هو يتوقع أسبابا ودواعي وبواعد هنا وهناك، والحكم هو وحده الكفيل بأن يقولنا ما الذي جرى وحدث اليوم. أنا لا أتقبل في الواقع، لأن هذا ليس جديدا بالنسبة لإفريقيا. أنا أعرف الحكم في الواقع لأنه سبق أن حكم المباراة بين مصر وكاميرون وبلبلاء حسنا، والآن هو لم يقوم بأمر جيد. هل هناك أمور تخصه أم هذا كان فقط يوما غير موفقا له؟ أعتقد أن الكاف ينبغي اتخذ قرارا وأن تطلع الجميع وتقول هذا ما قررناه بالنسبة للحكم وبالنسبة أيضا للمباراة في أقرب وقت حتى يطمئن الجميع. كابتن زبير، يبدو بأن سفين فان دين بروك عنده ذكريات جميلة مع السي كازويلي، أنه اللقب اللي كان توج بالمنتخب الكاميروني كان هو المدرب المساعد ديال هوغو بروس. كان سي كازوي هو من قاد الفاينل بين الكاميرون ومصر، وفاز من خلال المنتخب الكاميروني باللقب. زبير، رجع لك على مستوى المنتخبات العربية، يبدو أنه بداية غير موفقة للمنتخبات العربية باستثناء المنتخب المغربي، تعليقك على هذا المعطى؟ اول شيء خليني نبارك لكم على الفيكتوار تاع ليكيب نتاع ليكيب ناسيونال تاع المغرب، كي ايتي معنا با فاسيل. معنا انت تلعب ان غراند افريك، غانا كي نقولوا غانا سي با نامبورت كي ليكيب. وشفت برشا ناس في المغرب ماهمش ساتيسفي بالليكيب ناسيونال. نو نو، ولا بروفوني هك تشوف. سي سامبل جوي ان تيل تورنوا ولا عمل ان بون باركور في ان تيل تورنوا، يزمك ان جروب وان جروب نومبرو. علي لوتزيش عنده دي شوا، الى شوازي لو جروب، والكلنا نعرفوا لو تروك نتاع ليكيب ناسيونال تاع المغرب، الى شوازي لو جروب على لي زانديفيوليتي. الى يو دي ديفيكولتي مع الكورونا، والناس كل نعرفوا الكلام هذا. دونك سي اون ايكيب بيان اورغانيزي الحقيقه. جي ترو ايمي معناها لو كومبورتمون دو ليكيب تاكتيكمون. بيان سور المغرب نجم تعمل مخير، مي سي تري تري امبورطون بور سو جروب لا اللي راهو نويو جديد كمان. معناها سي اون ايكيب قاعده تتكون جديده بالنسبه للمغرب، وعندها ديزيسيونس كبار برشا اللي هما لاكان، وبعد الكاليفيكاسيون كوب دو موند التور الاخراني. دونك بور موا سي تري امبورطون الفيكتوار تاع المغرب. بعدين شفنا مصر alors là la déception le كبيره اللي تي دوميني دو بوت اون بو بار لنيجيريا. معناها وقبلها شفنا الجزائر بون في سيتوياسيون تاع لو غران فافوري اي في سا تري مال في الجزائر. اون ا بوكو دو بريسيون مي بون ان ماتش نول سي با لا فان دو موند. الجزائر فار سو راترابي و غاني لي ماتش اي فو بلوس دو كونسونطراسيون. معناها موريتانيا بون سي با معناها ليكيب اللي باش تمشي لبعيد برشا، مي كومام معناها ايزون بيردو لو ماتش كومام. كانوا نجموا في نفس النيفو مع غامبيا يعملوا حاجه مخير. دونك اون كومونس مال الكان بصراحه، ابار المغرب العرب الكل اون كومونس تري مال الكان. بالفعل نتمنى استاذ زبير حتى بقيه المنتخبات تتدرك الموقف بالنسبه للمباريات المقبله، سواء جزر القمر وكذلك المنتخب السوداني الشقيق. التوفيق ان شاء الله للمنتخب التونسي والتعويض في القادم من المباريات. شكرا لك كابتن زبير بيا، كنت معنا مباشره عبر تقنيه سكايب من ابو ظبي من خلال هذه المداخله القيمه.